مشاهدي في الجول، اهلا بيكم. ومعانا النهارده يعني ضيوف شرفونا الحقيقه في اولمبياد طوكيو، وكان واجب علينا حتى لو ما فازوش بميداليات المره دي، ولكن بعد ما حققوه كان انجاز كبير ان احنا نستضيفهم وسلط الضوء على اللي حققوه. فيعني نرحب بيهم اولا. معانا كابتن شريف البكري والمدير الفني لمنتخب مصر وللسلاح السيف، اهلا بيك يا كابتن شريف. اهلا وسهلا يا احمد، وكمان معانا كابتن زياد السيسي لاعب منتخب مصر، اهلا بيك يا زياد. وطبعا كمان كابتن محمد عامر برضه لاعب منتخب مصر لسلاح السيف. بداية يعني عايز اسالكم على اللي حققناه في الاولمبياد. احنا طبعا حققنا المركز الخامس، وده بيعتبر انجاز تاريخي لمصر في لعبة السلاح للفرق، لكن على ارض الواقع شايفين ان المركز الخامس بيعكس فعلا قوة منتخب مصر حاليا، ولا كان ممكن يكون افضل في منتخب مصر في البطولة لو الظروف اختلفت شوية في بعض النقاط يعني؟ فممكن نبدأ بكابتن شريف طبعا بما انه هو المدير الفني وهو اكثر واحد بقى كان عايش الموضوع يعني. الله يخليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاول هو الحمد لله احنا هو تحقيق المركز الخامس ده يعتبر انجاز الحمد لله تاريخي، يعني ما حصلش الحمد لله لا في تاريخ مصر قبل كده ولا عربيا ولا افريقيا. ولكن انا عايز اقول ان الحمد لله احنا يعني كنا رايحين ننافس، ما كناش رايحين علشان نعمل مركز متقدم. انما الحمد لله يعني حتى في الماتش اللي احنا لعبناه اللي هو بتاع الدور الثمانية، احنا بدأنا طبعا ماتش الدور الـ16 مع الدولة المضيفة وهي اليابان، والحمد لله طبعا قدرنا الحمد لله نكسبها بفرق سكور كويس. دخلنا بعد كده بنلعب مع أولى العالم اللي هي كوريا، ودي بطلة العالم يعني فترة ممكن يكون أكتر من 6 سنين ورا بعض. الماتش دخلناه بتركيز كويس جدا، واحنا كنا مذاكرين الفرقة دي كلها كويس، والحمد لله الابطال بتوع سلاح السيف قدروا ان هم يكسبوهم في ماتشات فرديه، بس احنا ما كانش عندنا فرصه ان احنا نقابلهم في مباريات فرق قبل كده. بس احنا كنا مذاكرينهم مذاكره جيده جدا، وعملنا ماتش كويس جدا لحد اخر راوند. يمكن الماتش ايه بس ممكن يكون بس فارق الخبرات ممكن العاليه شويه الخاصه بالفريق كوريا، وان هو يعني قديم في القصه دي شويه، هي دي اللي فرقت معانا في اخر راوند وخسرنا منهم 45 39. نفس الفريق يمكن كوريا كان كسب ايطاليا في الفاينل 45 27، وده يعكس قد ايه الفريق المصري الحمد لله كان عنده عزيمه واراده ان هو يلعب على ميداليه يعني. بعد كده بعد ما خلصنا خسرنا الماتش ده بيبقى عندنا ماتش ترتيب من المركز الخامس لحد الثامن، بتلعب بقى ماتش مع روسيا، وطبعا روسيا في السلاح ليها باع كبير جدا، احنا قابلناها اكتر من مره يمكن حوالي 5 أو 6 مرات على مدار الـ3 سنين الـ4 سنين اللي فاتوا ما كسبناهمش ولا مره. انما ده اللي يعكس الحمد لله زي ما بقول لحضرتك التركيز اللي راح بيه الفريق المصري لسلاح السيف ان هو فعلا يعمل الحمد لله ميداليه اولمبيه يعني. انما طبعا كل شيء قدر الله ما شاء فعل. خسرنا ماتش روسيا الحمد لله كسبناه 45 41، وده كان سكور اول طبعا اول مره نكسب روسيا من عمرنا يعني ما كسبناها قبل كده خالص، وكسبناها طبعا في ايفنت كبير جدا زي الاولمبيكس. بدأنا نلعب بقى مع المنتخب الفايز من الناحية التانية على المركز الخامس أو السادس، ده كان منتخب إيران وهو خامس العالم، ومنتخب يعني ليه باع كبير جدا برضه في سلاح السيف. يمكن إيران مركزة جدا في السلاح ده بس تحديدا، طبعا السلاح بس بشكل عام عندهم مش وحش، ولكن سلاح السيف هو يعتبر أقرب واحد دايما للميداليات يعني. وقدرنا الحمد لله برضه نكسبهم فرق سكور 45 تقريبا 27 أو 28، فرق سكور كبير جدا، وده اللي يعكس الحمد لله المستوى الفني العالي اللي كان عليه الفريق المصري خلال البطولة. طيب هروح لك يا زياد. في كلام كابتن شريف كان بيقول ان احنا ما لعبناش كوريا قبل كده كمنتخبات جماعيه كتير، يمكن لعبناهم في ماتشات فرديه. هل بتفرق المواجهات الفرديه عن المواجهات الجماعيه، ولا اصل بحس ان هو 2 قصاد 1 قصاد 1، بس هل بقى بتفرق ان هو ماتش ممكن اكسبك في الفردي لكن في الجماعي يبقى نفس الشخصين والنتيجه تختلف؟ طبعا ممكن كده وممكن كده. الفردي استراتيجي معينه، والفرق استراتيجي تانية خالص. يعني ممكن فريق لما مثلا ممكن ثلاث لعيبه في الفردي على المستوى الفردي ضعاف مش جامدين ما يقدرش يعمل حاجه في الفردي، بس ثلاثه دول لما بيلعبوا فرق مع بعض، لان كان اللي بالك الفردي 15 لمسه بنلعب لحد 15، والفرق كله انت بتلعب كل واحد 5 لمسات، فطبعا 5 لمسات بتبقى اسهل ان انت ممكن تخطف اللعيب اللي قدامك يعني 5 لمسات. بس لما تلعب مع واحد كويس مثلا 15 لمسه ممكن في الاول تبقى
الخمسه طفوا، بعد كده هو يرجع يبتدي كاتش اب من الايديز والاستراتيجي ويبتدي يحفظ سرعتها، فالخمسه تبقى اسهل انها تتخطف. فديفنتلي اتس ديفرنت استراتيجي يعني بين الفردي والفرق. محمد عامر هروح لك برضو، ويعني لو بصينا كده لتاريخك في المشاركات في الاولمبياد هنلاقي ان انت في ريو شاركت طبعا كانت لاول مره وخرجت من دور 32، لكن المره دي وصلت لدور 16 في طوكيو، كل ده وانت لسه 23 سنه. فهل ده معناه ان التطور الطبيعي المفروض في باريس يكون بقى تجيب لنا ميداليه ان شاء الله 26 سنه، تبقى المفروض وصلت لسن النضج بقى وكده والخبرات، فهل شايف ان هو ده التطور الطبيعي ولا انت مركز على ايه فعلا، ولا برضه لسه بدري على الحته دي؟ كنت في ريو كنت لسه متهيألي 17 سنه، فهي بالزبط. احنا في الصبر احنا واخدينها من تحت خالص، احنا ما كانش عندنا اصلا بيز خالص، فاحنا يعني احنا الجيل بتاعنا دوت هو اللي بدأ البيز في الصبر في التاريخ. يعني الحمد لله انا كنت اول واحد يجيب ميداليه في بطوله عالم، مش حد عملها قبل كده، اول واحد يبقى مصنف اول على العالم تحت 20 سنه. ومع الكبار احنا خدناها سلمه واحده واحده، يعني كنا مثلا في دور ال 32 في الفرق كنا بنخسر ساعات، بعد كده ابتدينا نكسب، بعد كده في دور ال 16 بقينا بنلعب مثلا مطوشه اسهل. هو الحمد لله احنا اول مره نخش دور الثمانيه في التيم ايفنت، فده تطور يعني بروجرس كبير جدا، ان احنا مثلا كنا بنخسر من دور ال 16، تصنيفنا في الـ FIE كنا بنبقى 15 ال 16، انما الحمد لله دلوقتي بقينا من توب 8، انا دلوقتي الثامن على العالم. فدلوقتي مواجهتنا بين ان احنا مثلا نلعب حد في دور ال 16 يبقى اسهل، ان احنا ان شاء الله نكمل في البطوله وان شاء الله نجيب ميداليه. على الصعيد بقى الفردي يعني هي بتبقى واحده واحده، انه الليفل بتاع الجونيور غير السينيور خالص، انه هو مثلا يبقى فيه process of transition من الجونيور للسينيور بتاخد سنين، كذا حد في الا مثلا اللي هو الفلاتات في السينيور مثلا، زي في اسمه ارون سلاجي ده تريبل اولمبيك تشامبيون، جاب اول في لندن ريو طوكيو، ده كان كويس في الجونيور وفي نفس الوقت بيعلق في السينيور. فانا الحمد لله كنا في ريو انا كان تصنيفي قليل جدا، انا كنت متاهل بس من الرانك انه كنت احسن افريقي، بس انا اصلا رانكي قليل بالنسبه طبعا للاوروبيين والامريكان، فطبعا اول ماتش كان صعب بالنسبه لي، فطبعا مفيش خبرات خالص، والاولمبيكس اصلا هي ليها هيبه لوحدها، الاضاءات الوايرلس حتى ستريس البطوله بيبقى مختلف. فالحمد لله في طوكيو انا اصلا كنت حسنت تصنيفي جامد، كنت داخل البطوله انا نمره 17 على العالم، فقابلت في دور 16 هومر اللي كان جاب سيلفر في ريو، كنت في الماتش كنت خسران 9-3، بعد كده عملت كامباك كسبت 15-11، بس للاسف كنت يعني هي ترتيبه الاولمبيكس المفروض يعني تبقى من بدري، احنا للاسف فتره الكورونا بتاعت السنه التوقف دي اثرت، مثلا كنت عايز احسن تصنيفي احسن من كده، انا للاسف في دور 16 قابلت او ده مصنف اول على العالم. حاولت طبعا ان انا العب، بس انا مثلا عندي مشاكل مع لعيبه معينه، هو بقى من اللعيبه دي، بس هو ان انا اصلا عشان طبعا كنت مش بوصل للادوار المتقدمه دي، فمش بقدر العب الناس دي. فهي ان شاء الله بالوقت العب الناس دي اكتر، وان شاء الله اكسبهم في المستقبل يعني، وان شاء الله يعني هي بتبقى هي بروسس واحده واحده، يعني مثلا في ريو كنت 32، طوكيو 16، ان شاء الله في باريس ان شاء الله ميداليه فردي وفرق ان شاء الله. يعني كلامك فتح لي حاجتين انا كنت حاططهم في الاسئله، اولا بخصوص التصنيف، ثانيا بخصوص الهيبه بتاعت الاولمبياد. بس هنروح الاول لكابتن شريف تاني. كابتن شريف احنا خسرنا زي ما حضرتك قلت قدام كوريا في ربع النهائي، لو بصينا لاعمار لعيبه كوريا 37 سنه 32 سنه 27 سنه 24 سنه، دي اعمارهم، في مقابل احنا اعمار لعيبتنا 26 26 23 21، ده معناه ان منتخبنا المفروض ان هو متوسط اعماره اصغر، فالمستقبل ليه. عايز اقول وعايز اسال هنا سؤالين. السؤال الاول، هل احنا كده فعلا زي ما كان كلام محمد بتقول دلوقتي ان احنا في الطريق ان احنا في باريس عشان ممكن نكون منافسين اقوياء على ميداليه حتى لو ما تحققتش، بس يعني احنا لما بنيجي نصنف قبل كل اولمبياد بنقول ان في مجموعه من الناس رايحين يشاركوا وبمجرد مشاركتهم هو انجاز، مجموعه اخرى رايحه ضامنه ميداليه بس الكلام على ذهبيه ولا فضيه، ومجموعه اخرى رايحه ميداليات محتمله بينافسوا على ميداليه. فهل استراتيجية المنتخب المصري لسلاح السيف ان احنا في باريس هنكون رايحين على
منافسين على ميدالية، ولا برضو مجرد لسه كمرحلة التكوين واكتساب الخبرات؟ هو الحمد لله بالنسبة للخبرات، هي أنا شايف اللي هو في خلال السنتين الثلاثة الجايين هم كافيين جدا إن اللعيبة توصل يعني التوب ليفل بتاع الخبرات المطلوبة، إن هي تقدر تلعب على ميدالية. وممكن مش عايز أقول يعني طبعا يعني ممكن تكون ميدالية ذهب أو فضة. انما عشان برضو ما نغز يعني ما ينفعش ان احنا نتكلم على ميداليا ويعني ونغض الطرف عن نقاط مهمه جدا. طبعا الفريق الكوري اللي حضرتك بتلعبه ده فريق كله بروفيشنالز من اكتر من 12 سنه، اذا ما كانش اكتر من هذا الرقم. يعني اقل واحد فيهم بيقبض ارقام كويسه جدا شهريا، غير مكافئات الفوز والحاجات دي كلها. يعني لعيبه متفرغه بشكل كامل للعبة بتاعتها، وبناء عليه طبعا بيبقى اللاعب منهم متخرج من الجامعة، ما بيعملش ما بيشتغلش، هو شغلته هو السلاح، بيقبض من السلاح كويس جدا اللي بيها يقدر ان هو يعمل مستقبل ليه بعد ما يوقف الكارير اذا لاعب. وفي نفس الوقت برضه ان هو مركز في ان هو يقدر يعمل انجازات، لان كل انجاز بيعمله بيقدر ياخد برضه مكافآت فوز. انا بتكلم على اللعيبه الابطال اللي عندنا احنا. طبعا يعني شويه عندنا حته لسه ما وصلناش لحته البروفيشناليتي اذا انا اتليت زي الالعاب الاخرى يعني. طبعا اللعيبه اللي مع حضرتك برضو لعيبه تانية يمكن ما حضرتش معانا النهارده، في منهم ناس بتشتغل، في منهم ناس خلاص يعني حياتها العمليه بدات، في ناس مثلا عامله دروب لسنين دراسيه، في ناس عامله خلصت الجامعه المفروض ان هي تشتغل، مش كانت يعني موقفه موضوع الشغل ده لحد عشان تقدر تركز وتروح طوكيو بشكل جيد وتبقى مستعده بشكل كويس. وده ما حصلش على فكره قبل كده في الاولمبيات السابقه، ان الفكر ده بقى عند اللعيبه نفسها او عند الاداره بتاعه المنظومه نفسها. انا شايف ان احنا خدنا خطوه في الحته دي، بس طبعا لسه الخطوه مش كافيه ان اللعيبه تتفرغ لهذا الموضوع. انما هي طبعا الاتحاد المصري للسلاح خد خطوه في هذا الموضوع، ولكن افتكر ان الخطوه ده عشان تكمل لريو لا، محتاجين نعمل ري ايفالويشن ونعمل منظومه احترافيه بجد لمده ال3 سنين الجايين، عشان نقدر نوفر للعيبه دي، نامن لهم شويه مستقبلهم او اللي هم بيفكروا فيه. يعني اي لاعب مع حضرتك النهارده اكيد بيفكر ان هو المفروض زمايله دلوقتي بيشتغلوا، زمايله دلوقتي ممكن يكون خطبه او اتجوزوا او فهو موقف الحاجات دي كلها او مأجل حاجات منها، اكيد عايز يعني حاجه تعوضه عن هذا الموضوع. ف3 سنين انا شايف ان هي مش مده بعيده جدا، ان احنا عشان ما نخسرش الخبرات ديت ان احنا نعمل بقى ننتقل لمنظومه احترافيه بمنتهى الصرامه ومنتهى القوه، فيها عائد مادي كويس مرضي للاعبين وطبعا لغير اللاعبين، عشان كله يتفرغ، لان عمرك ما هتقدر تجيب ميداليه بدون تفرغ كامل كامل كامل. انما هم اللعيبه يمتلكوا هذا البوتنشال، ولكن في بعض النقاط بس ناخد بالنا منها. اكيد احنا بنقعد دلوقتي بنعمل ايفالويشن للفتره الخاصه بالاولمبيات السابقه، ايه اللي كنا المفروض نتك عليه اكتر، ايه اللي المفروض ناخد بالنا منه اكتر. ودي بس طبعا النقطه اللي انا كنت اثرتها مع حضرتك دلوقتي هي احد النقاط الرئيسيه، لان احنا ما تنقصناش اي حاجه تانية الحمد لله، بالنسبه للجزء النفسي، بالنسبه للجزء التغذيه، بالنسبه للمنظومه، المنظومه هايله، كل حاجه كويسه. يبقى بس يبقى في عائد مادي ممكن يكون عن طريق الوزاره، ممكن عن طريق الاتحاد، ممكن عن طريق السبونسرز. يعني لازم يتشوف لها اليه عشان نقدر ان احنا نخلي اللعيبه دي ما تركزش غير في هدف واحد، هو انها تعمل انجاز ان شاء الله الميداليه المصري ان شاء الله في باريس ان شاء الله 24. طيب زياد، انا هسالك سؤال سريع وبعد كده سؤال من كلام كابتن شريف. اولا وانا بذاكر كده لقيت ان اللاعب الكوري اللي هو كيم يونج هوان 37 سنه، فهو متوسط عمر اللاعب في لعبه السلاح قد ايه يعني المفروض؟ بص، انت لسه متكلمين مع كابتن شريف في نفس الموضوع، بس انا عايز اقول لك ان احنا من اصغر الفرق الموجوده. احنا السلاح اللعيبه بتبتدي تحقق من بعد ال 30 أصلاً. يعني احنا عشان احنا لعبه تقديريه، يعني اللعبه بترجع كلها للحكم، فكل ما بتبقى اكتر على الساحه في الدولي، الحكام بتشوفك اكتر، عملت نتائج اكتر، بيبقى عندك برستيج اكتر، فالحكم بيبتدي يحترمك، فبيبتدي يشوف لمساتك اوضح،
فالموضوع اتس بيلدينج اب، يعني الموضوع اتس نوت ا وان داي ثينج، اللي هو مش تتمرن جامد 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 10 سنين واقفل على نفسك بعد كده تروح تجيب اول، ما بيحصلش. لازم تقعد. واحنا كمان جالنا احنا في فتره البيك كمان بتاعت معظمنا من 4 سنين تقريبا، احنا وقفنا دولي لمده سنتين، وقفنا دولي سنتين، وده طبعا كان ناس كتير فاكرتنا اعتزلنا اللعبه يعني، بعد كده رجعنا تاني. فطبعا لما رجعنا تاني ده كان ليتل بوش باك يعني، فكنت قلنا نبدا من اول وجديد. فلو بصيت على كل الفرق سواء فريق كوريا سواء فريق ايران سواء فريق، كلهم مش اقل من 30 31 32 سنه، اللي هو من دلوقتي مثلا بالنسبه لي 2 اولمبيكس يعني. هو اللي بيبقى هم دول اللي بيبقى فوق ال 30 ده في السلاح، مش اللي هو بقى كبر وقرب يعتزل، لا ده هو كده في البيك بتاعه، مش زي مثلا الكوره. لا ما انا بقول لك عشان انت انت بتبني نفسك مع اللعبه ذات نفسها، مع الحكام، مع الدنيا كلها. طبعا ممكن تبقى كويس وتحقق من قبل كده طبعا ما فيش مشكله، بس بتكلم هي لعبه it takes time. وبرده حته عايز اقولها زي ما عامر قال، احنا بجد بدأناها من الصفر، احنا بدأناها من تحت الصفر. يعني زي ما قال لك عامر، كان اول واحد في التاريخ يجيب ميداليه في بطوله عالم، انا كنت اول واحد يحترف في لعبه سلاح السيف بره في دوري الجامعات الامريكيه، اول واحد يجيب يعمل فاينل دوري الجامعات الامريكيه، اول واحد يكسب بطوله امريكا، اول واحد يبقى مصنف من اول 4 في امريكا. فكلنا كده دلوقتي فريق الجونيور بتاعنا ما شاء الله دلوقتي بقى، احنا دلوقتي في التصنيف الدولي احنا اول فردي واول فرق في التصنيف الدولي، اول عالم فردي وفرق في الجونيورز، والسينيورز توب 8. احنا ما كناش في توب 16. احنا انا وعامل برضه اول 2 في التاريخ نكسب اول ماتش في الاولمبيكس. فاحنا الحمد لله احنا بجد احنا فخورين، زي ما كابتن شيف كان بيقول احنا رايحين بجد على ميداليه، ده كان حلمنا، وي فايتنج فور ات، احنا رايحين عايزين نجيب ميداليه. بس كنا دعوه مميزه بنقول ربنا رجعنا مجبورين الخاطر، وده الحقيقه حصل. احنا فخورين بيكم واحنا الحمد لله احنا مبسوطين. طبعا مش ده اللي احنا كنا نفسنا ان احنا نحققه، بس احنا مبسوطين ان احنا حطينا اللعبه دي اون تراك، حطينا يعني احنا الحمد لله في وقتنا الحمد لله اللعبه دي بقت اول عالم في الجونيورز، دلوقتي ما شاء الله بقت توب 8 في السينيورز، خامس اولمبيكس، كسبت فرق ما بتخسرش، فرق يعني انت زي روسيا عمالقه السلاح، وتعمل مع كوريا 39 وكوريا كسبها الفاينل مع ايطاليا 26 في الاولمبيكس، ده الحمد لله. وغير كده ماتشاتنا في الفردي لما تتفرج عامر يكسب اللي جاب ميداليه في الاولمبيكس اللي فاتت اللي جاب سيلفر، الحمد لله اللي انا كنت بلعبه كان بطل عالم روسي، بطل عالم وبطل اوروبا، الناس دي كلها الناس دي راح تجيب ميداليات، فاللي احنا نبتدي نطلع الناس دي من بره. فالحمد لله انا انت مش متخيل كميه المسجات والرسائل والتهنئات اللي احنا بناخدها من مجتمع السلاح الدولي اللي فاهمين كابتن شريف. مجتمع احنا يعني احنا جالنا مسجات واحنا قاعدين بنقراها، احنا جالنا تهنئه وشكر ومن اللعيبه والمدربين والاتحادات الدوليه اكتر ما جا من عندنا، لان هم بجد عارفين قد ايه هاو بيج از ذات اتشيفمنت اللي احنا نوصل كده. احنا جالنا ناس بتقول لنا خلاص ما حدش يقدر يقول ان مصر دوله ناميه في لعبه السلاح، خلاص يعني باي ريزلتس احنا مش دوله ناميه، احنا دوله بتنافس، احنا دوله اون تراك، دوله اي حد هينزل يلعبنا هيعمل لنا 100,000 حساب. فالحمد لله يعني احنا بجد فرحانين بالموضوع ده، ويا رب نكيب جوينج، وان شاء الله نسيت اب ذس عشان ان ذا فيوتشر باذن الله مصر تبقى احسن واحسن واحسن، وتبقى زينا زي كوريا زي روسيا زي ايطاليا في لعبه السلاح باذن الله. وهو دوت اللي احنا بنهدف ليه، وهو الفكره في يعني انا طبعا شفت الاتحاد الدولي للسلاح وهو بيقدم التهنئه، ومش بيقدم التهنئه يعني بيلقي الضوء على مصر ومشاركه مصر، وان هي كانت مشاركه تاريخيه. وشفت التهنئات اللي هي جات لنا فعلا، لان هو اللي حصل ما كانش حاجه هينه، بس الفكره دايما في مصر بتبقى ايه، عشان انت مش متابع اللعبه فمش عارف انت بيبقى ليك اللي هو انت حققت المركز الكام، لا والله جبتش ميداليه، يبقى انت ما تعملش حاجه، هو ما يعرفش ان هو كان فين وبقينا فين، عارفش ان انت من سنتين ما كانتش اللعبه مش موجوده اصلا وهكذا. بالظبط مش من سنتين، هو من تاريخ لعبه سلاح السيف ما كانتش موجوده. يعني انا اذكر في اتحاد ما يعني فتره طويله قبل كده كانوا بيفكروا يشيلوا لعبه سلاح السيف كتر ما هي ملهاش اي نتائج ولا اي حاجه، يعني كان يعني صرف فلوس على الفاضي. بس الحمد لله احنا غيرنا المفهوم ده، وغيرنا المفهوم ده ببدايه بديكيشن بفلوس، عملنا معسكرات خاصه، سافرنا على حسابنا كتير، لعبنا بطولات كتير، اتمرنا، عملنا كل ده، لان الحمد لله وده فعلا ده لازم احنا نبتدي نثبت للناس اللي احنا قد مسؤوليه عشان يهتموا بينا، واحنا الحمد لله عملنا كده وهم اهتموا بينا الفتره اللي فاتت، والحمد لله ده يعني اتس بيج اتشيفمنت.
وبرضو اخر نقطه عايز اقولها اللي كابتن شريف اتكلم عليها، فكره ايه بقى اللي بيوقعنا من وجهه نظري، يعني من وجهه نظري اللي بيوقعنا اللي احنا بنوصل عند سن البيك وبعد كده بنجوب. ليه بقى؟ يعني بنوصل عند السن، ما عشان زي ما كابتن شريف كان بيتكلم، ما هو احنا عندنا ما عندناش فكره الاحترافيه قوي بره الكوره وحاجات يعني رياضات معينه يعني، او يعني ناس منفرده يعني مش مجموعات، فكره الاحترافيه. فانت بتتخرج بتبقى خلاص لازم تبدا حياتك، لازم تشتغل، لازم تتجوز، لازم كل دي حاجات بتبقى مسؤوليات عليك. فطبعا مع التمرين في ناس بتعمل ايه، في ناس كانت بتعمل الاثنين، يعني بتقول طب انا هشتغل وهتمرن. وعلى فكره ده بيحصل، وعلى فكره انا عايز اشكر جدا برضو هم مش معانا للاسف، مهاب سامر بعيد الفرقه بتاعتنا، مهاب سامر ومدحت معتز طبعا يعني. انت محضر لهم اسئله والله. يعني معلش ان شاء الله المره الجايه. بس فكنت بقول لك يعني انك تبتدي تشتغل، تبتدي تشوف حياتك، ده بيبقى صعب. في ناس كانت بتعمل الاثنين، بتتمرن يعني بيشتغل من مهاب كان بيبقى عنده فتره طويله مثلا بيشتغل من 8 الصبح لحد الساعه 4 5، بعد كده بيجي على التمرين. طبعا ده وبيجي على التمرين بيحصل. بيجي على التمرين ميت. بس طبعا جه في الاخر قبل الاولمبيكس الراجل ساب شغله وقرر ان هو هيركز. زمان ما كانش حد بيعمل كده، زمان كان كله بيحاول يا اما يوظف بين الاثنين يا اما بيجيب اب السلاح وبيكمل في حياته. فلو انا اظن لو الحته اللي كان شيف يتكلم عليها دي بقت متواجده، يعني I see a really great future من وجهه نظري، واظن من وجهه نظر كل الناس اللي في مجتمع السلاح، بالذات مجتمع سلاح السيف. انا ممكن كابتن شيف يقول لك اللي في الاولمبيكس كان في ناس بتتراهن ان فريق مصر هيجيب ميداليه في سلاح السيف، بيتراهنوا ان فريق مصر هيجيب ميداليه. انا فاكر اول مره بطوله كنا في كندا في مونتريال، كان اول مره ثلاث مصريين انا وعامر ومهاب نلعب في دور 32. احنا عامه بنلعب اول يوم الادوار التمهيديه وبعد كده احسن 64 بيلعبوا ثاني يوم، فاحنا اصلا بالنسبه لنا اللي كان بيوصل 64 ده عمل انجاز داخل البطوله، ده كان انجاز كبير جدا. دلوقتي احنا الحمد لله مش بنوصل 64، لا احنا بنوصل 64 وبنكسب ماتش ال 64 وبنوصل ست اشارات وثمانيات. فانا فاكر مره كان الثلاثه بنلعب في نفس الوقت، فكابتن شريف كنا بالصدفه بنلعب على نفس الملعب يعني. فالحكم بص لكابتن شريف اول ماتش، شاف كابتن شريف قال له ماشي واحد كويس دخل، ثاني ماتش بص لقى واحد ثاني مصري لا والاولاني لعب وكسب، ثاني ماتش لعب وكسب، ثالث ماتش على البيست وانا بلعب وكابتن شريف واقف، فالحكم بص له قال له ايجيبشن اجان ايجيبشن اجان. فالحمد لله يعني الناس كلها بقت عارفه يعني وعارفانا بالاسم وعارفه نتائجنا وعارفه واي لعيب سواء كبير او صغير من اللي انت بتتكلم عليهم من الكوريين من الكبار في السن بينزلوا لنا بيعملوا لنا 100,000 حساب. فالحمد لله ده انجاز، وان شاء الله يا رب يكون ربنا شايل لنا خير باذن الله ان فيوتشر. يعني انا هروح لمحمد عامر وتكمله برضو للجزء بتاع التفرغ وكده. يعني احنا لو اتكلمنا خلاص هم تقريبا قالوا كل الاسباب اللي هي ما فيش احترافيه، وده بينطبق على السلاح، بينطبق على الرياضه عامه في مصر بما فيها الكوره، حتى لو خرجت الاهلي والزمالك منها بس بتبقى ليفلات مختلفه يعني. بس بعيدا عن حته التفرغ دي، ساعات من خلال متابعتي للاولمبياد ككل، اللاعبين المصريين كلهم في مختلف اللعبات بيخشوا في يوصلوا المرحله بتحس ان هو لا انت مقارنه بالمنافس بتاعه هو اقوى، بس يقع علشان حاجه من الاثنين، اما العامل البدني او العامل النفسي، ان هو مش حاسس مش بيصدق ان هو ممكن يكسب. هل فعلا في مصر ان هو بيبقى مش مهتمين بالجانبين دولت بنفس القدر اللي المفروض نهتم بيه او مقارنه بيه الناس اللي موجوده بره؟ في حتة البدني كل لعبة بتختلف طبعا أكيد. أنا مثلا هتكلم عن السلاح، يعني أنا معرفش ظروف الألعاب التانية خالص. بالنسبة للسلاح إحنا مثلا بما نازلين إحنا كفريق صبر، إحنا نازلين الماتش هنكسبه. أنا ما عنديش حتة اللي هو لا أنا ممكن أخسر أو ما أخسرش. الحتة البدني الحمد لله ما عندناش فيها أي مشكلة. الحتة النفسي إحنا خلاص كسرنا حاجز الخوف اللي هو الرهبة بين المنافس. إن إحنا لعبنا اللعيب ده مرة واثنين وثلاثة، عسكرنا معهم كتير، لعبنا معهم كتير، كسبناهم كذا مرة، فخلاص حتة النفس دي ما بقاش فيها مشكلة. أنا ببقى نازل أنا إن شاء الله عامل حسابي، يعني إن شاء الله ربنا يوفقني إن أنا هكسب الماتش. اللي مثلا اللي حصل مشكله مثلا في الماتش هي حته تكتيكيه بس، انما ما فيش اي الحمد لله ما فيش اي مشكله نفسيه ولا اي مشكله بدنيه، هي مشكله تكتيك.
بس هي دي كانت المشكله كلها. بس انا بالنسبه لي في ماتشي لما خسرته انا كانت مشكله تكتيك بس، ولا نفسي ولا بدني. انا اصلا كنت بتكلم مع كابتن شريف وزياد، انا كنت عامل اكسبكتيشن ان ان شاء الله ميداليه فردي وفرق، يعني انا رايح الاولمبيكس فردي وفرق ميداليه، اللي هو ان بس المشكله مثلا لما مثلا نتكلم مثلا عن الالعاب التانيه، للاسف في مصر يعني في العاب محتاجه فعلا موضوع النفسي دوت. للاسف اللجنه يعني مش اللجنه الاولمبيه، الاتحادات عامه ما اهتموش بحته الدكتور النفساني انه يطلع. انا كنت مع الدكتور النفسي بتاعي دكتور صفي، انا كنت بتكلم معاه زوم ميتنج. في العاب بقى انا مثلا انا اتعودت خلاص على زوم ميتنج، انما في ناس كانوا فعلا محتاجين الدكتور النفساني ده معاهم. الاتموسفير بتاع البطوله مختلف، انا مثلا كسبت وصلت لدور ودور معين انا ما وصلتلوش قبل كده، فطبعا دي رهبه جديده محتاجه دكتور معايا عشان ازاي اعرف اتاقلم في الموضوع. فللاسف مفيش الكلام دوت، عشان كده مثلا كان في ابطال كبير جدا كتير جدا، ابطال عالم ربنا ما وفقهمش في البطوله. المشكله مش ان هو وحش ولا ما اجتهدش، لا هي المشكله كانت ده محتاج منتل كوتش. فللاسف يعني محتاجين يهتموا بيه ان شاء الله في باريس. هروح لك يا كابتن شريف، يعني بعد ما شفنا النتائج ديت، كان طبعا اكيد ما اعرفش اكيد تابعتوا الترند دوت على السوشيال ميديا ان هو ايه لاعب مصري وصل لدور الثمانيه بس هيلعب الوحش بتاع بطل العالم، اكيد شفتوه. انا كواحد متابع للرياضه عموما، مش حتى مش متخصص في اللعبه دي، بس انا عارف ان هو لا، ما هو انت مش طبيعي ما دام انت مش رايح من اول اربعه كمصنفين، فانت طبيعي هتلاعب لاعب كبير، لاعب مصنف اول، فاللي هو انت كده مش القرعه اللي ظالمه، هو ده الطبيعي. انت لو بقى كسبته يبقى انت كده تطورت فعلا لمرحله ان انت بقيت قادر تنافس على الميداليات. فهل فعلا القرعه، انا عارف القرعه احيانا فعلا بتكون ظالمه بس مش مينفعش انها تبقى على طول ظالمه يعني، فهو هل القرعه ظلمتنا في لعبتكم انتم تحديدا، ولا لا كان ما فيش، كانت كلها طبيعيه وهو ده مستوانا يعني؟ هو لا، ممكن بس اول حاجه اتفضل. الموضوع ده هو ده بقى الناس كلها اللي وقعت فيه، ده دي الغلطه الناس كلها وقعت فيه. احنا عندنا تصنيف، ما عندناش بالظبط. قرعه اصلا، عندنا تصنيف. لا انا عارف يعني انا بالنسبه مثلا لكم انتم، بالنسبه لنا احنا عندنا تصنيف، فاحنا مثلا احنا بنبقى رايحين الاولمبيكس مثلا في الفردي، انا عندي اتنين تشويسز، انه القرعه بقى بتيجي في الحته دي، انا مثلا هقابل يا اما الفلان يا اما الراجل ده يا اما الراجل ده، بس انا رايح البطوله انا عارف يا اما هقابل ده يا اما هقابل ده. الماتش اللي بعد ده عندي اتنين تشويسز في اول دور، الدور اللي بعديه عندي اربعه، وهكذا. احنا رايحين الفرق، احنا الاول، سوري كوريا الاول، احنا الثامن في البطوله، هنلعب التاسع، هنلعب الثامن والتاسع بيلعبوا دور ال 16، الكسبان بيلعب الاول في دور الثمانيه. فاحنا المشكله انه قرعه ظلمه ومش ظلمه، لا هو ده التصنيف، ايوه، هو مفيش اي حاجه غلط، فاللي هو مفيش بقى الحجه دي مش موجوده، لا هو انا هو مفيش، لا مفيش احنا خالص، رايحين لا عارفين هنلاعب مين، احنا رايحين عارفين هنلاعب مين، وده ده يعني ده برضو يعملوا كده عشان الفرق تبقى عندها تايم تعمل فيديو اناليسز وتبتدي تتكلم على الفرق الثانيه وتبتدي تجهز لمنافسينك. احنا عندنا القرعه في حاجه واحده وهي كل لعبه مختلفه، فطبعا يعني الناس كتر الف خيرهم ان هم بيجمعوا، لان كل لعبه مختلفه وكل لعبه لها قوانين مختلفه. احنا عندنا بس القرعه في الفردي ما بين مكانين، يعني مثلا الاول والثاني بيعملوا لهم قرعه، ممكن يغيروا اماكن يفضلوا اول وثاني بس، والثالث والرابع وكده، فبتمشي كده لحد الاخر، اما الفرق بتفضل زي ما هي. فهي بس ده الموضوع. طيب كابتن شريف، بخلاف نقطة التفرغ، وهي طبعا عارف ان هي النقطة الأساسية، بس دايما في الكورة ولعبات جماعية تانية أو في لعبات فردية تانية بيقول لك إيه فارق الإمكانيات المادية من خلال إيه التدريبات اللي متوفرة لكل لاعب بتؤثر على إعداد كل لاعب، فاللي هو بتخلي إن هو مثلا لو بتلعب فريق من دولة عندها ماديات أقوى هو اللي يتفوق علينا. عندنا في لعبة السلاح، هل برضو الفوارق المادية دي كإمكانيات تدريبات، مش قصدي بقى كتفرغ وفلوس بيقبضها كل لاعب وكده، بتفرق ولا دي ما لهاش علاقة؟ ها كمان إن أحيانا بيبقى مثلا إيه، إحنا متميزين جدا في الاسكواش مثلا في مصر، متميزين في اليد، في لعبات كده تحس إن هو إيه في جينات مصرية موجودة مميزين فيها، أو تحس إن هو بتخلي بطبيعة المصريين بطبيعتهم مميزين في اللعبة دي بيتوارثوها، فهل ده ينطبق على لعبة السلاح بقى عموما بالثلاث لعبات؟ انا اي دونت اجري قوي من حته اللي احنا جيناتنا مخلينا كويسه في لعبه ولا لا، هي خبرات حتى متوارثة.
بالظبط كده. هي مين اللي كان قد... انت شفت ايه يعني؟ انا مثلا طلعت في اللعبه دي، انا بيتمرن جنبي في الصاله بطل عالم، طب ليه ما بقاش بطل عالم؟ ما انا عارف هو بيتمرن ازاي وشايفه بيتمرن ازاي. فهو عشان كده كنت بقول لك احنا، انا حاسس ان احنا اكتر من احنا عملنا ميداليه او كده، احنا عملنا انجاز لان الاجيال اللي جايه بعدنا بقت شايفه بقى ده العادي دلوقتي. الحمد لله دلوقتي يعني انا بقول لك كنت اول واحد يجي لي منحه في جامعه بره، اول واحد جامعه بره تخاطبه عشان يروح يدرس هناك. دلوقتي بقى خلاص المصريين بقوا معروفين بعد الحمد لله، واحد راح وهم المصريين اولا شافوا واحد راح عمل كده وحقق نتيجه، وجامعات شافت اوكي طب ما احنا جبنا اكزامبل مصري وكان كويس، طب ما تيجي نشوف المصريين. فالمصريين ابتدوا يبعتوا، فالجامعات ابتدت تشوف، فابتدوا يعرفوا اللي هو لازم يجيبوا نتائج، ابتدوا يفايت في النتائج عشان يجيبوا نتائج عشان يجيبوا كده. فقصدي اتس يعني فاهم، بنيته للمستقبل، بنيته للمستقبل بالظبط كده. واللاعب الثانيه بنت كده زي سكواش بنى كده، زي الهاند بول ما شاء الله لعبه جامده جدا الابطال. بس هي اقول لك حاجه صغيره كومنت كده من وجهه نظري في السؤال اللي سالته العامر على لعيبه مصر لما بتوصل مثلا لدور معين، في لعيبه بتبقى جيفنج اب اللي هم خلاص لا الدور ده مش عارفه ايه، او انت كنت بتقول هم مش ممكن مش مستعدين بدنيا او نفسيا. من وجهه نظري ومن صحابي اللي في الالعاب الثانيه واللي انا بشوفهم، احنا عندنا حاجه العكس تماما، احنا عندنا روح المقاتل. اي واحد مصري انا رايح، انا كابتن ممكن يحكي لك قصه عني اول ما بدات سلاح، كنت رايح بطوله عالم اخلي هو يحكيها، بس انا بقول لك المصريين عامه عندهم روح المقاتل. هو رايح، هو حتى لو هو ما اتمرنش في حياته، حتى هو ما شافش ابطال العالم دي، هو رايح يجيب اول، هو رايح عايز يجيب ميداليه، هو رايح يرفع العلم. فهو دي ساعات بتبقى فيها مشكله، لانك انت برضو اوفر اكسبكتيشن مش كويس، ولا اوفر اكسبكتيشن كويس كويس، ولا اندر اكسبكتيشن كويس فاهم. بس فهو بس اللي انا بشوفه اللي احنا لا هو كله عنده رايح، هو رايح يموت نفسه ورايح يكسب. ساعات بقى تبقى الفروق بقى الحاجات بقى بتبقى صغيره بقى اللي هي بتفرق، زي ما اتكلمنا عليها بقى، هل انت بروفيشنال ولا مش بروفيشنال، هل انت تمرينك عامل ازاي، هل انت جهزت ازاي للمعسكرات، هل عملت ايه الفيديو اناليسز، هل التيم اللي شغال معاك، هل انت اديت نفسك وقت كفايه تتمرن او كده. دي تبقى حاجات هي اللي بتبين يعني، هي اللي بتفرق ساعتها وقت الماتش، هل نتائجك خلاص حسيتك ان انت ممكن تعمل حاجه، ولا نتائجك يعني يعني علميا على الورق والنتائج تقدر تعمل حاجه، تقدر توصل ولا لا. هو ده برضو حاجات بتفرق. بس اوفر اول انت لو شفت اللعيبه كلها الست ميداليات ما شاء الله اللي احنا حققناهم، انت هتشوف اللي هي كلهم جايين معظم اللعيبه بروفيشنالز طبعا، مهما كان بيدرسوا behind them sponsors. ما فيش الحمد لله يعني فكره السبونسر في مصر اثبتت وجودها، اثبتت ان احنا بالسبونسرز ممكن نوصل ناس لميداليات الحمد لله. فهو ده اكبر دليل اللي الستة اوت اوف ستة ما شاء الله. اجمالا يعني على كلامك، طبعا هو خلي بالك احنا ما حدش يقول ان هو حد من المصريين بيتخاذل، لا احنا معروفين المصريين كلهم فعلا بيقاتلوا، ولكن هي الفكره بتبقى زي ما انت قلت كده، الاوفر اكسبكتيشنز مش حلوه واللو اكسبكتيشنز برضو مش حلوه، لازم تكون انت رايح ومعد نفسيا اللي انت بتقوله. واجمالا هو الرياضه اصرف هتلاقي، يعني مهما صرفت على البطل هتلاقي في الاخر اللي انت متوقعه نولته يعني. طيب كابتن شريف، انا عايزك الاول تحكي لي الحكايه اللي هو كان بيتكلم عنها زياد بتاعت في بطوله العالم. انا بدايه معرفتي بزياد كان يمكن من 2010 تقريبا، كان في بطوله العالم، وكانت فترة صغيرة قوي، كنا في احتكاك يعني في كامب صغير قبل بطولة العالم. بس هو يعني أنا من خلال ملاحظاتي للاعب في المعسكرات والحاجات دي، ببقى شايف الكادر ده وبقارن ما بين الكادر ده والكادر الدولي اللي أنت رايح له، فبتبقى شايف تقريبا أنت فين، يعني أنت هتقدر، لا مش هيقدر، ممكن يوصل فين، حاجات أنت إذا كوتش بتبقى شايف الفريم ده. بس أنت شايف حماس غير طبيعي، واحد عايز يروح هيجيب ذهب، يعني هو رايح عايز يعمل ذهب، بس هو لسه مش في الكادر ده، يعني هو لسه الخبره دي، بس هو من حماسه الكبير وبيتمرن عشان يعمل الذهب. بس طبعا هي القصه مش فيزيك بس، ومش ان انت تبقى عايز تروح تجيب الذهب، هي خبرات كبيره وفهم التاكتكس وفهم الحاجات كتير قوي، وفهم المدارس كتيره مختلفه انت بتلعب معاها، لان المدارس دي بتختلف عن دي، في مدارس بتعتمد على الفيزيك مع الفنيات، في مدارس بتعتمد على الفنيات العاليه، في مدارس بتعتمد على السرعات، في مدارس بتعتمد على يعني على الدفاعات بشكل او السكند انتنشن، كل مدرسه ليها شغلها. فانت هتكتسبه ازاي وانت رايح اول مره تلعب بطوله عالم؟ بيبقى صعب جدا. انما ستيب باي ستيب طبعا الموضوع الحمد لله، الحماس ده الحمد لله فضل موجود،
فلما اكتسب الخبرات خلاص الدنيا بتختلف تماما. وهو ده يعني، فطبعا كان بيقول لي عايز اكسب واجيب بديل النهارده، وللاسف لدرجه ان هو في اول بطوله دي فضل قاعد على البيست بعد ما خسر يعني من الدور التمهيدي او البوله يعني، وهو مش مستوعب انا جاي اخد دهب، انا ايه اللي بيحصل ده؟ فانا طبعا قعدت جنبه يعني اهديه وافهمه، لا ده لسه بدري، ده لسه الموضوع 1 2 3 4، انت مش من اول مره عايز تكسب، انما الحماس ان شاء الله ده هيوصلك اسهل واسرع ان شاء الله. انما طبعا انت فاهم زي ما زياد ما قال ان هي خبرات وبنبني خبرات ومع السنين بنكسب. هم تيم ما شاء الله يعني، عندهم الحمد لله اكتسبوا الخبرات خلاص الحمد لله، كسروا حاجز النفسي خلاص الحمد لله، اللي باقي يعني مش زي اللي فات خالص. طيب لو بصيت على الفتره دي زي ما كابتن شريف بيقول، البطوله دي كانت بطوله عالم 2010 ناشئين. قبل البطوله دي عامه لفتره طويله الصاله ما كانش فيها غير لعيبه سلاح واحده ولاعب سلاح واحد، انا ولعيبه تانية. دول اللي كانوا الاثنين اللي في المنتخب، اكتر منتخب دول اللي كانوا بيبتدوا يعني الاتحاد هيبتدي يفكر يصرف عليهم ويوديهم بطولات، ودي كانت اول بطوله عالم. فحاجه دلوقتي ما شاء الله تشوف الصاله من فردين تيجي تتفرج على تمرينها دلوقتي ما شاء الله، يعني تتفرج يعني when you look at it اللي هو ايه ده، ازاي بدات من كده وصلت للمستوى ده والانجاز ده وللنتائج دي وابطال عالم. يعني انا ما بقتش بطل عالم بس زمايلي ابطال عالم بعد 11 سنه، وهو دي زياده الشعبيه اللعبه اللي هتزود القاعده، فبالتالي هتسمع في النتائج. يعني انا عايز اقول لكم يعني حاجه ممكن انا اللي اقولها بقى تعكس كلامكم كلكم، يعني انا في الاولمبياد دي لاول مره اعرف ان السلاح حسين ثلاث انواع بسببكم، فاهم؟ انا طول عمري اللي هو بيلعب شيش، مش بيلعب سلاح، بيلعب شيش، على سنه اللعبه اسمها شيش، فلو ايه ده في حاجه اسمها سابر وحاجه اسمها فويل وحاجه اسمها الثالثه مش فاكر فاللي هو ايه ده يا جماعه، ده الموضوع طلع كبير فيعني هو ده اللي بينعكس على الشارع لما انتوا نتائجكم او اللي انتوا تعملوه، الشعب لما يتعلق بنتائج المنتخب فالاولياء الامور والله انا ممكن اخلي ابني زيه فيقدم له، فبعد كده على المستقبل لو استمرينا ان شاء الله النتائج جايه لا محاله يعني. محمد عامر انا عايز اسالك بقى اولا قبل ما يعني السؤال الاخير، عايز اعرف منك عايز لعبه السلاح عامه عشان حد يمارسها لعبه مكلفه؟ يعني مثلا الاسكواش بتقول لك ان انت مكلفه قوي عشان تلعبها، ان انت بتكلفك انت اللاعب نفسه شخصيا بيصرف عليها كتير، هل السلاح برضو كده ولا لا مش مكلفه؟ يعني لعبه السلاح بس مشكلتها ان هي الادوات مكلفه، هي بس المشكله يعني الاوتفيت بتاع السلاح يعني بيعدي شويه فلوس كتير. بس الحمد لله يعني الاتحاد عنده سبونسر للعيبه ادوات السلاح، فالعبء بتاع الاهالي مثلا انها تدفع الادوات يعني ده ما بقاش موجود يعني الحمد لله. بس انه حد يبتدي في مثلا مش لازم يجيب ايه يعني اغلى ماركه، عندها في ماركات في السلاح مش لازم بقى يجيب اغلى واحده، ممكن بقى يبتدي بحاجه بسيطه لوكال هنا مصري، بعد كده يخش على اللي هو الحاجات اللي هي بتاعت البروفيشنالز بقى البروفيشنالز مش مره واحده البروفيشنال قوي لا في مثلا حاجات وصل بعد كده البروفيشنال في الاخر زي اللي بيلعب كوره. للاسف هي مشكله بس انها مكلفه. انت بقى الفتره اللي جايه عندك ايه يعني ان شاء الله منافساتك اللي جايه ايه؟ وهسال بقى كل واحد يعني طبعا كابتن شريف بقى للمنتخب عشان قبل ما نختم بقى. لا انا ان شاء الله بعد الاولمبيكس خدت ريست اوف خالص من كل حاجه، شغال بس جيم ولسه ما فيش اي رؤيه واضحه خالص، انا بقى قاعد بدور على شغل وقاعد بس يعني جيم بدور على شغل، هو ده بس انا بعمله في يومي ولسه الرؤيه مش واضحه. طبعا الاتحاد الدولي مش منزل اي حاجه لسه، وخطه الاتحاد لسه مش موجوده، انه طبعا في انتخابات دلوقتي فلما تتحسم هيبتدوا يحطوا البروجرام بتاعهم، وطبعا مع اللي هو يعني يشوف الاتحاد الدولي هيعمل ايه فهيمشي وراه. يعني انت ما عندكش سبونسر؟ لا انا الحمد لله انا الوكيل الحصري بتاعي شركه رابط، طبعا بحب اشكرهم جدا، هم كانوا سبورتيف ليا، والسبونسر بتاعي البنك الاهلي هم كانوا سبورتيف ليا فتره الكورونا بالذات، هما سبورتيف معنوي قبل ما يكون ماديا. يعني فعلا لما بتعمل انجاز هم فعلا يعني المعنوي بيبقى احسن كتير جدا من
الفلوس والحاجات دي، ان انت مثلا تحس ان انت عملت فعلا حاجه، انه الانجاز ده مثلا يعني هو محدش عمله قبل كده، بس هو يعني تحس بسبورت معاك. وطبعا يعني انا شايف ان هم مختلفين عن غيرهم خالص في المجال دوت، هم يونيك خالص في المجال ده، ان هم فعلا يعني هم بيحبوا الرياضه وفعلا عايزين يساعدوا الرياضه، يعني مش بيبصوا المنطق اللي هو لا انا عايز اكسب من ال سبونسرشيب للعيب دوت او ال او مثلا ان هو ياخد فلوس، لا هو فعلا بيحب الرياضه عايز يساعدها فعلا. وهو فعلا يعني دلوقتي ستة، أعتقد ستة من اللي جابوا ميداليات طبعا هم كلهم هم يشكروا طبعا بس في حدود امكانياتهم، بس طبعا يعني المعنوي بس مش هيجيب ميداليات، احنا عايزين برضو طبعا المادي اللي ما يوصل طبعا يوصل ما طبعا اللي ماديا يعني فعلا بشكرهم. يعني انا دلوقتي فتره التوقف فتره انا يعني خلاص يا جماعه، حصل في بقى في كورونا، انا دلوقتي قلت لا يعني انا هعمل ايه دلوقتي؟ لا هم فعلا كانوا بيسبورتد بان هو جاب لي سبونسر، فدلوقتي انا الحته بتاعت اللي هو لا انا عايز فلوس لازم ابتدي حياتي، الحته دي ما بقتش موجوده. انا دلوقتي موجود اللي كانت في دماغي ده اتمرن بس عشان ان شاء الله اعمل ميداليه، ده بس هو ده كان موجود وهي دي النقطة دماغي يعني المهمة ساعتها، اللي محتاجين ان هي دي نتوقف اهم حاجه. بالظبط. يعني هما بيساعدوا ان اللعيب يبقى بروفيشنال، هي دي بقى الحته. يعني لو الاتحاد ما قدرش سبونسر شيب هو يقدر ان اللعيب يبقى بروفيشنال فعلا. انا حابب طبعا احب اشكرهم جدا. اكيد. وزياد انت عندك سبونسر برضو ولا محترف لا بره؟ لا محترف انا بره سلب، انا زيرو سبونسر، بس يعني عادي ان انت محترف زيرو بره سبونسر. دوت ما يتعرضش ان انت ممكن يجي لك لا سبونسر، انا صح؟ مش محترف بره، انا كنت يعني كنت بلعب باسم جامعه بره فتره وبلعب باسم منتخب مصر طول عمري. يعني احنا عندنا الاحتراف مش احتراف نوادي بره اكيد اكيد. وكوره، لا انا احترفت بس في جامعه، يعني العب دوري جامعات لدراسه يعني، بس مش احتراف مادي او احتراف، لا لا خالص. احنا زيرو سيلف، يعني سيلف سبونسر، زيرو سبونسرز. بس يعني فالحمد اتمنى، لله. يعني اتمنى الناس تبقى شايفه، يعني اعتقد انت برضو يعني من خلال الحمد مشاهدتي لله. وانا قليل الخبره لكن مشروع والله برضو طبعا محمد عامر اكيد، فان هو يعني الحته مشاركتين اللي عامل في لك اولمبيتين اللي انا اوصل لدرجه، اوصل لدرجه اللي انا مش متفرغ. ناعي هم حاجه، متفرغ ومش ناعي هم انا ايه. هو كابتن شريف عارف يعني انا برضو بنقعد كنا عشان فرق التوقيت والجامعه، كنت بقعد اذاكر لحد الساعه 2 الصبح وكده، عشان واصحى الصبح الساعه 9 عشان التمرين، لان انا برضو ما جامعه، ما انا جامعه هي هتكفر، ما انا ما اقدرش اكفر ثمن الجامعه. فكل دي حاجات لازم نخلي بالنا، التانيين ما عندهمش الكلام ده، التانيين هو بينام بدري بيصحى بدري تمرينه، فالحته دي طبعا بتفرق. خليني اقول لك، انا حاولت كتير يبقى عندي سبونسر، يعني حاولت كتير قوي قوي وكلمت ناس كتير قوي وبعت لشركات، بس يعني طبعا يا اما 90% مش بيردوا خالص، يا اما وال 10% لما بيردوا بيبقى الموضوع يعني مضحك. يعني انا شركه اكس قالت لي خلاص لما نزل منتجات العصير الجديد احنا بعت لك علبتين عصير، قلت له لا شكرا جدا، لا خليها لك. قلت له متشكر جدا على علبتين العصير، يعني مش عايزهم بقى العصير ومش عايزهم، لا شكرا يعني. فالموضوع للدرجه دي مضحك، فاهم؟ هو يعني وانت برضو ات ذا سيم تايم انت عايز تفوكس قوي على التمرين ومش عايز تشتغل ومش عايز تعمل اي حاجه، وات ذا سيم تايم برضو انت في دماغك وراك الستريس اللي هو طيب واتس نكست، طب انا اول ما الاولمبيكس تخلص، طب انا ايه، طب انا حياتي ايه، طب انا هجيب فلوس منين، طب انا هشتغل ازاي، طب انا هحضر. وبرضه انت كل ما بتقعد فتره عشان تقدم على شغل وكده وبتقعد فتره من غير شغل، بالنسبه للشركات برضه الشركه بالنسبه لها طبعا انت اولمبيان دي حاجه حلوه، بس هو بالنسبه له شغله اهم. يعني هو انت قاعد مثلا سنتين ما بتشتغلش بعد الجامعه او حاجه، فانت لا وعايز واحد فريش جراديويت يعني لسه متخرج والمعلومات حاضره معاه، فدي تبقى مشكله يعني. بس اوفر اول الحمد لله، وام جلاد وي ديد ات يعني كده، عشان احنا وايبل احنا وتساب سبونسر ومساعد الاتحاد اللي هو سفرات المنتخب وكده، الحمد لله قدرنا نوصل للنتائج دي، وده حاجه حلوه. واخر حاجه زي ما عامر قال، الواحد مش عايز شركه تدي له مثلا مبلغ اكس في الشهر او مبلغ اكس في السنه او خلاص، هو عايز واحد he believes in you، هو عايز واحد. انا بحس اللي هي انت مش ناجح لما تاخد حد ناجح وهو يبقى ناجح، لا بالظبط. انت تبدا المشوار من الاول، تاخده من تحت،
تاخده من تحت وتشتغلوا مع بعض وتبقى معاه في الداونز اكتر من الابس عشان ربنا يكرمه ويوصل. ساعتها هو هيز جونا ريلي ابريشيت، هيقدر قوي اللي انت عملته ليه. وذاتس وات وي لوكينج فور، وي لوكينج فور فاميلي ذات بيليفز ان اس ذات كان ليت اس ريتش فيردر، ان شاء الله نوصل للدريم يعني الاولمبيك ميدال يا رب ان شاء الله. كابتن شريف انت برضو اكيد لسه ما فيش احداث جايه، بما ان قالوا لي ان الاتحاد الدولي لسه ما نزلش الخطه، صح كده؟ لا احنا دلوقتي ان شاء الله شغالين از يعني جهاز فني لمنتخب مصر، شغالين دلوقتي على خطه طموحه دلوقتي طلبت مني شخصيا يعني كل في سلاحه لخطه للتطوير تطوير السلاح السيف بشكل عام، وعمل خطه منفصله لتحقيق ميداليتين في اولمبياد باريس ان شاء الله. فانا شغال اوريدي دلوقتي عليها وان شاء الله هتتقدم في خلال اسبوع ان شاء الله للاتحاد المصري. اتمنى ان شاء الله ان احنا نقدر ان شاء الله نمشي على الخطه دي ونقدر نفعلها لتحقيق الحلم. بس زي ما بقول لك كده يعني تحقيق الحلم يعني مهم جدا، انت علشان اللاعب يحضر معاك التدريبات. النهارده افريج عدد وحدات التدريب لمنتخب كوريا ممكن بتعدي 12 و15 وحده في الاسبوع. انا عندي عدد الوحدات يعني ما بتعديش العشر وحدات من 8 لـ10. لا ده انا عايز وحداتي تتقرب للناس دي علشان خلاص انا بدوب الفرق دلوقتي، انا عايز ادوب الفرق تماما يعني. فان شاء الله يعني هي كذا حاجه، هو يعني التفرغ ده مهم جدا جدا لاعب ومدرب، ان اللاعب ما يفكرش في حاجه خالص غير الـ الهدف ده. ده مهم جدا ان اللاعب بيتفرغ دماغه والمدرب برضه بيتفرغ دماغه لهذا الهدف. ده مهم جدا، ده اهم حاجة في المنظومه يعني. وناس زي ما زياد ما قال بيليفز فيكو او في التيم، بيليفز في الهيد كوتش وسايباهم يشتغلوا وبتبقى بتديهم سبورت في كل الاوقات. افتكر هو ده اللي بينجح اي منظومه ان شاء الله. واحنا الحمد لله ماشيين في الطريق الصحيح يعني، الحمد لله الرياضه المصريه كلها بشكل عام والسلاح برضو الحمد لله بشكل خاص ماشي الحمد لله في الطريق الصحيح ان شاء الله. بس انا بحب برضو يعني اشكر برضو يعني مدحت معتز ومهاب سامر اللي ما كانوش معانا النهارده ان شاء الله، وبحييهم على ادائهم في الاولمبيكس مع زياد وعامر. وان شاء الله يعني ان شاء الله يعني لو ركزنا يعني انا يعني ان شاء الله رب العالمين ان شاء الله رايحين نفس على ميداليه، ومش اي ميداليه ان شاء الله اذا ما كانش ان شاء الله الذهب باذن الكريم ان شاء الله باذن الله. كابتن شريف انا بشكرك جدا على يعني الحوار الممتع دوت، وشكرا جدا يا زياد احمد، شكرا جدا ربنا يخليك، وشكرا محمد عامر يعني ان شاء الله مستنيين منكم كتير. ويعني انا في الاخر بس عايز اقول زي اضم صوتي لصوتهم والله، وده رايي من الاول يعني، ما يعني انت في مصر هناوت انت ما بتدعمش اللاعب، ما بتصرفش على اللاعب، بعد كده لما يروح نجح بترجع تعمله بطل وتصرف عليه بقى، تصرف على الاحتفال بيه، ما عملش حاجه واخفق بتصرف على التشنيع بيه، مع ان المفروض الايه بره بتبقى ان انت عندك مشروع بطل فتصرف عليه عشان يبقى بطل، فلما تيجي تستحق ان انت تحتفل بيه، مش ان انت تاخد الموضوع من الاخر وتيجي في الزفة وتعمل تبقى انت العريس وانت ولا صرفت اي حاجة. فيعني ده اللي نتمنى توفره في فترة جاية. شكرا يا جماعة، ويعني الى اللقاء في حوارات اخرى باذن الله.